أهلا البنات، كديرين؟ لاباس؟ نتمنى ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية. كنبارك لكم العواش لو خرجت معطلة. مبروك عليكم العيد والله يدخل لكم الصحة والسلامة. كنت كنتمناو كاع اليوم جيت نصايب معكم المروزية باللحم ديال العنقرة. كنحتاجو هنا العنقرة، كنحتاجو هنا تومة بالزايد، يعني تكون تومة كثيرة، كنحتاجو القرفة، الملحة، السكنجبير، كنحتاجو الابزار والمروزية والزيت الرومية. غنبداو دابا على بركة الله نديرو التومة. غناخدو القرفة، الملحة حسب الذوق، ناخدو الخرقوم، سكنجبير عفوا، الإبزار، أو عندنا هنا المروزية كنديرو منها غير نص ملعقة، منكتروش باش متجيناش غالبة بزاف على 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 اللحم، تعطينا واحد لوكو مار. صافي غناخد واحد الكاس ديال الماء وغادي نخلط به هاد العطريه اللي عندي وندير فيها اللحم. البنات غادي نجيب الماء كما قلت لكم، غادي نكبوه لهاد الفرن اللي عندي هنايا، باش نرقد فيها هاد العنقره. بسم الله. نجيب الخرا، ما درتش الخرقوم هنا حيت القامه ديال المروزيه فيها الخرقوم، الخرقوم الا كان كثير تاني تي كتجي يعني غالب المذاق ديالو في هذا، خصوصا الا كان جديد بحال هكا. غادي اللحم كامل غادي ندخل فيه هاد القامة هادي كاملة، وغادي نحطو في الكوكوت. ندوز دوك اللولينات اللي درت، نجيب الكوكوت هنا ونهز دوك اللي درت في اللول. ما بغاش ديرها في كوكو، ديرها في القميلة، نصبها نصب ديال القميلة عادي. كمية ديال اللحم كتبقى على حسب أفراد الأسرة، كنتو غاقلار كديري نص ديال هاد الكمية. ممكن ديريها ماشي غير في العيد، ماشي غير ضروري يعني المروزية تكون مقترنة غير في العيد، ممكن ديريها حتى بلا العيد تجي زوينة. بحال هكا البنات، بحال هكا. الماء اللي بقى ليا ديال العطرية كنزيدو عليها بحال هكا صافي، ونحطها فوق الغطا ونكمل معكم. البنات هنا كنشدو الزيت، كنديرو ليها الزيت بحال هكا صافي، وكنزيدو ليها الماء ونخليوها شي شويه تشحر، ومن بعد كنسدو عليها. مهم انا معكم تنتبعوا بقيه المراحل. البنات من بعد ما غلات لينا شويه هذا القميله ديالنا، انا غادي نزيد الماء، نزيد الماء غير في الجناب،
بحال هكا صافي، وكتسدي عليها. المهم بغيتي تخليها، بغيتي تطيبيها في قميله وتخليها على خاطرها ديريها، الا ما كانش عندك الوقت كديريها في الكوكوت وكتسدي عليها حتى كطيب. المهم ملي غادي طيب وتوجد ليا هذا العنقره وغنوري لكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. البنات انا ملي طابت ليا هذا اللحم ديال الرزيه بدل حيتو من الكوكوت ورديته في هذه المقله هذه وزدت عليها الزبيب من بعد ما سلقته مع شويه ديال القرفه صافي ما درت لي لا سكر حتى حاجه، ورميته مع الحلمات هنايا وزدت عليهم واحد جوج معالق ديال العسل فقط لا غير، وخرجوا تلبى واحد شي شويه صافي. انا دابا غادي نحطو معكم نوريكم الحطه. هانتوما كي تشوفوا البنات راه كيجي واقف، ها كيجي واقف، ما كاينه لا 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 ما لا حتى حاجه، كيجي واقف كيوقف غير ديك الزويته ديالو صافي. وكنحبسو. انا دابا غادي نحط معكم وغتشوفوا كيفاش كندير. غنطفي عليها البوطه وغادي نبدا نهز الحلمات ديال العنقره ديالي وحده بوحده بحال هكا. انتما كتلاحظوا معايا ما كاينه لا بصله لا حتى شي حاجه، كنكثروا غير هذا الثومه كنديروها بالزايد من بعد ما طاب ليا في الكوكوت طاب مزيان صافي. حيدتو من الكوكوت ورديتو في القميله هنا وزدت عليه ما وريتكمش الزبيب وهذا، يعني كلشي تيعرف كيفاش يدير ليه. قلت بلاش باش ما يجيش الفيديو طويل هكا. الحيمات ديالي ديال هذا كيجيو فتيين وطيبين مزيان. بحال هكا وغادي نشد هاد باش نحيد هاد الحيمات اللي بقاو هنايا، كنشد هاد الزبيب هذا كنحطو من الفوق ديال اللحم ديالنا من هنايا بحال هكا. نحيد هاد العظيم كما كتشوفوا المقله كتكون واقفه، يعني كتكون واقفه صافي. كنبدا نحط في الجنبات شويه شويه خليتها ما توكحت مزيان، متخليش فيها هذيك المرقه كثيره بزاف صافي. كنحيدو بحال هكا وكنشد اللوز من بعد ما كبيت عليه غير الماء السخون وفسختو وخليتو في الزيت حتى تكون الزيت بارده صافي. بحال هكا كنرش ميزات بحال هكا، وهي العنقره ديالي واجده سهله ودغيا كتوجد، يعني ما كتاخذيناش يعني بزاف ديال الوقت، كتجي بنينه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا لي الاخبار في لي كومونتير، وعدكم مبارك سعيد. وها هي المروزيه ديالنا كي تتجي سهله وكتجي روعه وكتجي بنينه 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 بزاف بزاف. كتجي المريقه ديالها واقفه وعاقده، كتجي من ارفع ما يكون. بالصحه والراحه غداكم والى الملتقى باذن الله، وما تنساوش